السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في قناة حليمة الفيلالي مع وصفة جديدة وفيديو جديد. كنتمنى تكون أحوالكم بخير وعلى خير، دوزتوا أيام العيد وانتم في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم كيك خفيف لذيذ منعش بارد وسهل جدا في التحضير، وأكيد مكوناته بسيطة بزاف وكيستحق أنكم تجربوه. لذا بقوا معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير ديال هذا الكيك. اول شيء غادي نحتاجو 3 ديال البيضات، كما لاحظتوا ان انا استعملتهم صغارين، ممكن يكونوا جوج كبار يعني نعوضهم بجوج ولكن يكونوا كبارين، وطبعا بحارة المطبخ يعني كنجبدوهم من قبل من الثلاجة كما العادة. وغادي نضيفو معهم كأس الا ربع من السكر الخشن، تقريبا 120 غرام. غادي نزيدو معها قبيصة ديال الملح وكذلك كيس من السكر المسم بالفانيلا، ممكن نعوضوه بقشور ديال الحامض. غادي نطربوا هذه المكونات مع بعضها، اللي ما عندهاش الطراب الكهربائي ممكن تعوضوا طبعا بالخلاط كما العاده. وغادي نستمروا كنخفقوا حتى كنحصلوا على خليط ابيض كيتضاعف الحجم ديالو ومهوي مزيان. عاد كنضيفوا معاه كأس إلا ربع من الزيت ما يعادل 150 مليلتر. بالنسبة لهذا البول فبزاف كيسولوني عليها، هي ديال إينوكس، صحية 100% وخفيفة يعني براتيكابل في الخدمة ديالها ديال لاماكوم، لأن بزاف استعملتها مؤخرا في شيوات ديال عيد الأضحى فكانوا كيجوني الأسئلة عليها، رغم أن يعني ماشي عاد كنستعمل هذه مدة، هي عندي في حجم صغير وفي حجم كبير. غادي نضيف واحد العلبه من الياغورت بنكهه الموز 110 غرام، يعني هذا الكيك غيكون بنكهه الموز، كتجي منعشه ومذاق جد رائع، الموز مع الفانيلا وممكن كذلك كما قلت قشور ديال الحامض. غادي نستمر كنخفق واحد شويه بسرعه منخفضه على ما كيتجانس وكنتوقف، ومن هذه الاثناء غادي نغربلو الدقيق مع خميرة الحلويات، كاسونس تقريبا من الدقيق، يعني ما غاديش يكونش فيها الدقيق بزاف باش تجيناش ثقيله، خاصها تكون خفيفه. وغنضيفو اما كيس ونص حتى جوج اكياس على حسب الرغبه، ما كاينش اشكال، غير ما نديروش اكثر من هذا الجهد. ما يعادل تقريبا 16 غرام من خميرة الحلويات. وغادي نضيفو الخليط وغنتربط فقط بطراب يدوي، ممكن إذا ما متأكدينش من الحجم ديال البيض ديالكم أو حتى من النوعية ديال الدقيق فديرو شوية بشوية حتى تحصلوا على عجينة بهذا الشكل. ضفت معلقة ديال الخل وكنخلطو بطراب يدوي حتى كيتجانسو العجينة خفيفة، وغادي نديروها في مول إما دائري مربع مستطيل على حساب اللي بغيتو اللي توفر عندكم، مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق كما العادة. كنهزو يدينا الفوق وكنوضعو العجين في المول باش كيزيد مازال يتهوى، نحيدو كاع ديك الباقي اللي كيكون لاصق بسباتولا وكندخلو الفران اما بارد او مشعول من قبل ماشي مشكل على درجة 170، وكنخليوها على خاطرها حتى كطيب كتنفخ وكتحمر من التحت او من الفوق، كتجي خفيفة بزاف هاد الكيك ومذاقها لذيذ. وطبعا ممكن تسقيوها الا كتبغيو الكيك يجي مسقي، انا نسقيها انا بسيرو في سكر وفانيلا او سكر وحامض اللي بغينا او اي سيرو على حسب الذوق ديالكم. كنسقيوها مزيان حتى كنشوفوا هاد الشبعات وجات يعني فازقه، ماشي لدرجه انه يبقى يعني الماء سايل منها، لا غير ترطب واحد شويه باش كتواتى مع الكريمه وكتجي يعني هي هذيك رطبه ومنعشه في نفس الوقت. صافي غنستمروا انا كنسقيها، ومن بعد غادي ناخدو الموز او البنان، ممكن تعوضوه باي فاكهة بغيتو، انا كنفضل دائما الموز كيعجبني في الكيك اللي كيكون بارد، وكنقطعوه بحال هكا رقيق وكنستفوه فوق الكيك حتى كيعمر كامل يعني السطح ديالو. وممكن هاد الخطوة ما ديروهاش، ديرو الكريمة مباشرة فوق الموز اللي بغيتو، يعني كتبقى خطوة اختيارية، هي انا كيف قلت كتعجبني كنديرها وخصوصا في الكيكات الباردة. صافي غادي نستمر حتى كنستفو مباشرة، غادي نمشي نوجد الكريمة قبل ما يكحل لي الموز، ممكن نرشوه بالقليل من الحامض من الفوق
وبالنسبه للكريمه فغتكون كريمه بسيطه وكتجي لذيذه في نفس الوقت. كنحتاجو سيترو ديال الحليب 2 كيسان ونص، فلون بنكهه الموز بدون سكر، يعني الصغير اللي بدون سكر. بغيتو ديرو بالسكر فما غتستعملوش نهائيا السكر مع الحليب. كنضيفوه، كنظن فيه 2.5 غرام، ولكن بلا سكر. اللي بالسكر كنظن كيكون كبير، فيه قريب 50 غرام، يعني السكر اللي كيكون نتقلو. وجوج معالق حتى 3 على حسب الذوق من السكر، وغادي نزيدو 2 معالق عامرين من الكريمة باتيسير. هنا درت كذلك الفانيلا اختيارية، هنا عندكم نكهة الموز ممكن تزيدوها كتجي احسن. 2 معالق كبار من مستحضر ديال الكاسترد او كريم باتيسير، وغادي نحركو مزيان بخلاط يدوي، وغادي نوضعو الخليط على النار مع التحريك المستمر حتى كيبدا كيغلي وكيتقال وكنطفيو عليه. ضروري نحركوه وما نتوقفوش نهائيا على التحريك باش ما كيسقش وما كيشيطش من التحت، يعني كنحصلوا على واحد الطبقه اللي كتعطينا لون غير مستحب وحتى مذاق ما زوينش. وكنكبوه مباشره، يعني هو مازال ساخن، فوق الموز او البنان ديالنا مباشره، يعني ما تنتظروش لان دغيا كيعقد. ونحاولوا نوزعوه بشكل متساوي حتى كيتقاد لينا صافي. وكناخدو اما قطع من الشوكولا، هذه اختياريه كتعطي مذاق احسن وحتى شكل احسن باش ما يجيناش عادي. فكنديروا حبيبات ديال الشوكولات او قطع صغيره ديال الشوكولات او شوكولات محكوك، وهو الخليط مازال سخون باش كيدوب لينا وكيعطي مذاق ملي كنقطعوه. صافي غادي نستمر كما راه حتى هو بدا كيدوب، وغادي نضيفو كذلك على حسب الرغبه. انا عندي هنا لوز بقليه من الطاجين ديال اللحم بالبرقوق مقلي، هرمشتو وضفتو، ممكن تضيفو اللي بغيتو. كيبقى دائما زين اختياري، ممكن تحكو الشوكولات كذلك من الفوق، ممكن ديرو طبقه الفلون مع البرتقال. كتجي حتى هي زوينه كتغطي هذا، وكيجي يعني سطح اللي هو شفاف. انا كنفضل غير هكذا فقط، كتجي هائله. صافي غنستمر بالتزيين، ونضعها في الثلاجه تبرد مزيان مزيان ونقدموها. كتجي كيف قلت لذيذه ومنعشه، كوناتها بسيطه يعني ما تعكزوش على التحضير ديالها، واكيد الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف. شكرا لكم بزاف على الدعم والتشجيع، وعلى اللقاء في فيديو فصفى قادمه ان شاء الله. مع السلامه.